السلام عليكم حبايبنا. احنا النهاردة بنفرط الذرة، وانا حبيت اشارككم فكرة الفرطة دي. معظمها معمول من الخشب، جسمها كله خشب زي ما احنا شايفين كده، لها فتحتين اتنين، عبارة عن تلات تروس، ترس رئيسي في النص بيدور في اتجاه اللي طالع لفوق، والترسين اللي في الجناب زي ما احنا شايفين كده، واحد في الشمال واحد في اليمين بيدور في الاتجاه المعاكس. الترسين اللي في الجناب بيسحبوا الخوذ لتحت، اما الترس اللي في النص فهو بيبقى طالع لفوق بيفرط بيفرط الخوص. وزي ما احنا شايفين الموتور، وده دي الطنبورة راكبة على الترس الرئيسي. الدورة بينزل في قلب الأرض تحت منها، تحط بقى أي حاجة تحتها، بس هي بتمطر الدورة في كل حتة. فاحنا بنبقى حاطين زي ما احنا شايفين كده مفرش، دي اليمة اللي بتنزل منها الأوالح اهي. طبعا بننزل الاوالح بالدور، احنا في النهايه بنلم الاوالح دي في جنب وبنشيل الدوره لوحده. الترس اللي في النص اللي طالع لفوق يعتبر هو اللي بيطلع الاولحه لبره، اما الترسين اللي في الجناب هم اللي بياخدوا الكوز بالاولحه وينزلوا بيه لتحت. اللي باين ده هو الترس الرئيسي الكبير ده اللي في النص. هو مش ترس يعني، هو عباره عن قرص فيه منتوقات خشنات كده عشان تبدا تفرط تفرط الذره. بس عجبتني فكرتها ان هي بسيطه، الجسم بتاعها كله معمول من الخشب، ويدوبك هي التلات اجزاء الرئيسيه زي ما احنا هوريكم دلوقتي. عباره عن العمود الرئيسي للدوران اللي محطوط عليه الطنبوره، راكب على الترس الرئيسي ومتوصل بالترس الكبير اللي اليمات ده، بيناول ترس تاني اللي محطوط عليه الترسين بتوع الكيزان عشان الترسين يدوروا عكس بعض. والجسم بتاعها زي ما احنا شايفين كلاته من قلب الخشب، والموتور اللي عليها مهواش موتور كبير لان معلهاش حمل كبير يعني، وكلها معمولة من معمولة من الخشب. لو جينا نبص على الاوالح وهي طالعة كده اهو، ده عند الترس الرئيسي للقرص الرئيسي اللي في النص، هو اللي بيطلع الاوالح هو اللي بيطلع الاوالح لبره. اما الترسين التانيين اللي في الجنب هم اللي بيسحبوا الكوز، يجبروه ان هو ينزل لتحت في اثناء صعود القرص اللي في النص، يبدا يفرط فيه ويحصل التفاف للكوز عشان يفرط جميع الجهات. لو جينا نبص كده على نزول الكيزان، اهم حاجه ما ننساش لايك وشير واشتراك، دي اهم حاجه يعني، مش هنخسر حاجه يا جماعه لو احنا عملنا لايك. اللايك دي حاجه بسيطه جدا زي ما احنا شايفين اهو، فتحه شمال فتحه يمين، او ترس شمال وترس يمين، بيسحب الكوت لتحت مع وجود حتتين في الزوايا هما خشنات عشان خاطر تجبر الكوز ان هو يتفرج. والقرص الرئيسي بيبقى طالع لفوق. يلا سلام عليكم.